فريق متكامل، فريق يعني يأخذ القرار قرار جماعي. لو نرجع إلى خطابات السيد الفريق كلها منذ بداية الأزمة لم نجد فيها ولا مرة كلمة الأنا، بل يهدر يتكلم باسم المؤسسة العسكرية، باسم قيادة جماعية، وبالتالي خليفته هو أحد أفراد هذا الفريق، هذا الفريق المنسجم، هذا الفريق يعني الذي كان يتخذ القرارات التي أخرجت الجزائر من المأزق الذي كانت تعيشه.